قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. طبعاً اليوم بسوي لكم حلل الطبقات، لكن أنا بسميه حلل آيس كريم عشان هو لو حطيته في الثلاجة يطلع طعمه زي الآيس كريم. بالضبط. طيب أول شيء طبعاً أول بعلمكم المقادير. الطبقة الأولى أول فيه عندنا حبات بسكويت مطحون، وعندنا هذه الخلطة البيضة اللي هي الطبقة الثانية. بقولكم وش مقاديرها. مقادير الخلطة البيضة 3 حبات جبن مربى، وحليب بودرة، حليب مكثف صغير، 2 حليب مكثف يعني من هذا صغير، وهنا عندنا دريموب، واحد فنجان كريمة خاف، و2 حليب البودرة تحطوا ملعقتين منه. يلا. وطبعا الحين يلا نبدأ. يلا. طبعا أول شيء هنا بحط أول شيء الحين نحط أول طبقة اللي هو البسكويت مطحون. مطحون أيوه حطيها. بحط شوية أكثر. خذي ملعقة. أول طبقة. والطبقة الثانية اللي هي الخلطة البيضاء اللي قلت لكم مقاديرها. شوفي احنا جينا نكثر ولا اللي على حسب اللي يحب. ايوه والبسكويت المطحون نسيت اقول لكم على حسب العدد اللي عندكم، يعني اذا انتم كثيرين حطوا زودوا بسكوت. وطبعا اخر طبقه النوتيلا يعني ايوه اللي هي الشوكولاته السائله. ممكن تحطوا اللوتس، زبده اللوتس، او تحطوا يعني اي شيء تبغاه اخر طبقه. أي شيء. طبعا اعطيني هذه حط كثرت. يلا عادي راح ناكل لان نوتيلا. يلا. صراحة الطبخة واضح لذيذة. أكيد مرة من ما شاء الله شكلها طباخة. أقول لك أنا دائما أي طبخة حلوة وسهلة على طول أنا أسويها في البيت. حتى أنا بالضبط. أيوة. سهلة يعني. طبعا بس خلاص كذا يكفي يعني ما نكثر. بس بحط شوية. يعني على حسب اللي يحب. إيه. طبعا هذول المكونات اللي تستخدمينهم في الخلطة البيضاء. ايوه الخلطة البيضاء هذه مكوناتها اللي هو حليب مكثف. سؤال يعني لازم يكون بسكويت محدد ولا اي نوع بسكويت؟ ايوه اي نوع بسكويت عندكم تحطوا 5 حبات من البسكويت وتطحنوه. طبعا طبعا انت حطيتي 5 حبات عشان جنة. هذه وش الجبن المربع يعني لو اجيب المثلث عادي مزبط. عادي شوية بس كلها هذول كل المكونات عشان تصير خلطة بيضة. انتبهي خلطة بيضة لازم احطهم في الخلاط صح؟ كيف؟ ايوه تحطيهم في الخلاط ولما كذا تندمج مع بعض وبعدين خلاص طلعوها وابدأوا سووا. طبعا هنا الرصة. يلا اذا خلصت حطي كذا ملعقة. الله يلا يلا سوي زيد 4 عشان على طول ناكله. يلا خذي انت سوي. يلا ايوه وش اول شيء انت سويها كذا يكفي صح؟ ايوه بس ها سوي انت الطباخه لازم انت تسوي. انا سوي عادي كذا. خذي ملعقه ثانيه عادي خلاص كذا. بعدين وش شويه اللي هي خلطه بيضه. سوي هذا خلاص الحين انتم سووا. انت كملي انت طبخه خلاص بكمل كذا. يلا شفتي؟ طيب اجي من هنا. ايوه انت ضبطتي. يلا بعدين وش احط؟ هذا الحلى يا جنى يصلح يعني حلى سريع يصلح لاي شيء. شكلك هنا عشان كملي. طيب وبعد تقدروا اذا كنتوا في البيت تقدروا بعدين تحطوه في الثلاجه يطلع طعمه ألذ بس عشان وقت البرنامج. شفتوا كيف كذا؟ بعدين اخر طبقه نوتيلا ليش الشوكولاته السائله. عادي احنا نسميها نفس. انا مليت خلاص. عادي اذا انت تحبي عادي. وهذا هي اخر شيء حقتي.
و شايفين حقتي؟ ها انت سويها. هذا سواها الحين شوي. يلا الحين بعد راح نجربها معاكم ونشوف كيف. المهم انا نسيت اطلب من داليا وحنين. طيب. حنين حتى ترسل لها الفيديو ما لي شغل. الطلب هو طلب سهل ما قررت ان شاء الله لا يهمك طلب سهل. فكر 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 طيب الحين اوكي خلاص خلينا ناكل بعدين نروح. طيب وهذا هو الشكل. انت يلا خلينا نجرب. يلا يلا تعلم كامل. يلا سوي الطريقه يلا. بعلمكم الطبقات بعيدها لكم. شوفوا هنا اول طبقه تحطوا بسكويت مطحون وثاني طبقه اللي هي الخلطه البيضاء. بقول لكم المكونات: 5 حبات بسكويت مطحون، 3 حبات جبن مربع، 2 حليب مكثف صغير زي هذا، وملعقة حليب بودرة ملعقتين، وآخر طبقة اللي نوتيلا أو لوتس يعني إيه اللي تحبه. وهذا هو الشكل، يعني لو حطيتوه في الثلاجة يطلع ألذ ألذ كنا آيس كريم. يلا نجرب. يلا خلاص أنا حقتي خذوا. ها ملعقة شكرا. في ملعقة في ملعقة. خذوا. الله شكلها لذيذة ما شاء الله يا طباخة يا جنى. طيب يلا أنا بذوق الطعم. بسم الله. الله يلا ذوقي أنت يا ما شاء الله يا طباخة جنى. لذيذ. أقوى تحيل. أقوى تحيل جنى. وأنتم بعد جربوه في البيت وإن شاء الله يعجبكم. ما أكيد أكيد يعجبهم. بالعافية. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.